معكم طالب لطيفة هشام الغنام من إدارة تعليم المنطقة الشرقية من مدارس الجامعة الأهلية بالخبر. مشاعر متلخبطة، سواء كانت أولها الفخر، الحماس بشكل كبير، الاعتزاز بتمثيل وطننا الغالي المملكة العربية السعودية، ولكن بنفس الوقت احنا نحمل مسؤولية على عاتقنا. طموحي وأهدافي سواء من بحثي اللي سويته أو من المسابقة بشكل عام، أول شيء أني أنمي مهارات البحث العلمي من جانب الشخصي، وأني أبحث في مجال يكون من اهتماماتي، فبالتالي أزيد المحصول العلمي أو المعلومات كلها بشكل عام اللي ممكن أنها تساعدني وتضيف لي مهارات مهمة في المستقبل إن شاء الله. مشروعي عبارة عن توظيف تقنية التشعيع بالليزر كطريقة جديدة صديقة للبيئة، وذات خطوة واحدة لإنتاج جزيئات الجرافين النانوية، وذلك لاستخدامها في تصنيع مكثف فائق كامل الحالة الصلبة، بحيث أن هذا الجهاز راح يستخدم وراح يجمع خصائص البطاريات وخصائص المكثفات الفائقة في جهاز واحد. أجهزة المحمولة سواء كانت الجوالات أو الأجهزة المشابهة تحتاج إلى طاقة كبيرة، وتحتاج إلى أقصد أنها تكون مشحونة بشكل يومي بشكل سريع، خصوصا بالحالات الطارئة. فبحثت عن حلول في عن هذه المشكلة في محركات البحث، ولقيت أن الأمم المتحدة ومؤسسة الطاقة العالمية وحتى مملكتنا العزيزة برؤية 2030 كلهم يحاولون يستهدفون نفس المشكلة اللي هي يعني تخزين الطاقة. كان خلفي منظومة عمل متكاملة، يعني الشكر لو أشكر الشكر ما يوفيهم حقهم الصراحة، سواء بداية مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله الموهبة والإبداع موهبة، وزارة التعليم، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن اللي أنا شخصيا أقمت فيها بحثي مع مشرفي مشكور، وأيضا طبعا مدرستي الغالية مدارس الجامعة الأهلية، الوالدين الأهل اللي دعموني من بداية المشوار وساعدوني من كل خطوة من البداية إلى الآن، وإن شاء الله نستمر إلى ما بعد ذلك بإذن الله. أولا طبعا توفيق الله سبحانه وتعالى، دعم الأهل والمؤسسات، المدرسة، الجهد الكبير اللي صار من الناحية الشخصية أو من ناحية كل الناس اللي حولنا. فبالتالي المسابقة هذه أبدا مو سهلة، يعني وصلنا إلى هذه المرحلة بعد تعب وشغل وجهد كبير، وإن شاء الله نحن نكمل بالمشوار.